بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المهندس أسامة نورة. هنكمل مع بعض الدرس الأخير، الدرس العاشر في طريقة الحساب اليدوي للبلاطة الهولوبلوك. الحقيقة كان في موضوع أحد الزملاء مشكورا اللي بيتابع معانا الدروس على النت، قال لي يا باشمهندس في خطأ إن أنت دخلت أحمال الحوائط بدون تصعيد، يعني دخلتها وركينج بدون ما تعمل ما نضربها في 1.4، مع ان جميع الاحمال اللي انت مدخل لها التيميت، وبالتالي كان لازم ندخل الاحمال ديت ايه ديت التيميت. طبعا الراجل عنده حق، لان انا لما جيت ادخل هنا نراجع بقى الكلام اللي احنا خدناه في الدرس الثامن، فعلا الحوائط الداخليه 7.85 من 100 كيلو نيوتن على المتر الطولي. لما جينا نحسب بقى الحمل المركز بتاع الحيطة اللي هي دي الحيطة دي اللي هي جاية على الايه على الكاميرا الهيدن بيم، ما خدناش بالنا ودخلناها حمل وركن. كذلك احمال الحوائط الخارجية اللي هي 10.82 من 100 كيلو نيوتن على المتر الطولي، لما جينا نحسبها للكاميرا بالفعل ما دخلناهاش التيميت، دخلناها وركنج، وبالتالي الحسابات طبعا ايه فيها غلط. وبالتالي القطاعات والحديد التسليح كله كلام لازم يتراجع تاني. طبعا كل الكلام ده لازم يتراجع تاني، فلازم اضرب الحمل بتاع كونسنتريتد لود ده اللي هو على الواجهه الخارجيه 10.82 في 1.4 يطلع لي 15.15 كيلو نيوتن على المتر الطولي، والحمل المركز بتاع الايه الداخلي اللي هو 7.85 كان لازم اضربه في 1.4، فبيطلع لي 39.56 كيلو نيوتن. الكلام ده لو رجعناه تاني على الايه على البرنامج الساب وعدلناه تاني هنرجع نحله بطريقه سريعه، او كنا في اللود كومباينيشن كان ممكن ان انا اضرب بقى قيمة الحمل ده في 1.4 بتاع الجول بدل ما 1، ولكن انا دخلته ضربت الحمل في الايه في 1.4. طبعا بعد ما عملنا الكلام ده وحلينا تاني هنلاقي ان قيمة البيندنج مومنت اختلفت عن القيم اللي كانت قبل كده. والكلام ده هنرجع بقى نعيد تصميم بقى القطاع بسرعة على أساس نشوف الكلام ده أثر معايا إزاي. يبقى الأخطاء عدم تصعيد الحمل بمقدار واحد بتاع الحوائط بمقدار 1.4. واحد هيجي يقول لي يا باشمهندس ما هو واضح بقى إن واضح ان طريقة الحساب اليدوي للبلاطة الهولو بلوك او الحساب اليدوي حتى لو الكاميرات الساقطة للبلاطة السوليد سلاب، الحساب اليدوي ده بياخد وارد فيه الاخطاء وبياخد وقت كبير جدا في الحل. هقول لك بس خلي بالك يا باشمهندس ان الحل اليدوي ده هو اساس المهندس المدني بتاع التصميم، بالاضافة ان هو لو انت عملت لنفسك شيتات اكسل لكل القوانين اللي انت اخدتها في الكلية واللي اخدتها في الخرسانة بداية من تصميم القطاع تحت البيندنج مومنت، وبعد كده الشير، وبعد كده الدبل رينفورسمنت، وبعد كده دخلت على البانش والباكلينج والبريز والامبريز، لو انت والشير وول، لو انت عملت الحاجات دي كلها وعملت لنفسك كمهندس مدني تصميم الشيتات دي خاصة بيك انت وما اعتمدتش على اي شيتات من على النت او لمكاتب او خلافه، هتلاقي نفسك كل شويه عمال تطور من نفسك لنفسك لدرجه ان انت ممكن لو انت حليت لك مشروعين ثلاثه او اربع خمس ست مشاريع وبقى وطلعت تستلم على سقف، هتلاقي نفسك انت راجل متمكن من شغلك، لان انا مجرد ما اطلع كاشراف على سقف هول بلوك لازم الف على السقف بدون ما ابص للوحات او اقف على اكبر كاميرا في المشروع. ولو اعتبرت ان الكاميرا دي هي اكبر كاميرا في المشروع فهقول للنجار والله يسلم الاسبان بتاع الكاميرا ديت واقسم الاسبان ده، طالما الكاميرا كونتينيوس من الناحيه دي وكونتينيوس من الناحيه دي اقسم الاسبان على 28، الكلام ده اللي احنا عارفينه. طبعا لو كاميرا سيمبل هقسمها على 20، كاميرا سيمبل من ناحيه وكونتينيوس من الناحيه الثانيه
يبقى اقسم الاسبان على 25، يبقى اذا بحدد من هنا هل السيكنس اللي قدامي بتاع البلاطه الهولو بلوك اللي على السقف كله ديت مسيفه كديفليكشن ولا غير ولا ان سيف. الكلام ده لن يتاتى الا اذا تعودت على التصميم اليدوي. كمان يا باشمهندس انا ممكن اصمم بسرعه كبيره جدا وانا واقف على السقف، معقوله؟ ممكن اصمم وانا واقف على السقف؟ اقول لك اه طبعا ممكن اصمم وانا واقف على السقف، هخلي النجار يقيس لي الباكه دي، اقول له والله قيس لي الباكه دي من هنا لهنا كام؟ واقسمها بالنص، واقول له والله نصها هيتجه على الكاميرا اللي انا شاكك فيها دي، يعني انا هصمم الكاميرا دي، الكاميرا دي انا ممكن احسب احملها بسرعه، اقول النص الحمل هيجي لي هنا، وبعدين اخلي النجار يقيس لي الناحيه الثانيه البلاطه. اقول والله النص ده هيروح لي على الايه؟ على الايه؟ الكاميرا دي. واحنا زي ما احنا عارفين ومن كتر الحسابات هتلاقيك انت حافظ الاحمال بتاع الاعصاب بتاع البلاطه الهردي اللي سمكها 27 سم والاعصاب فيها عرضها 12 سم، هتلاقي ان الاحمال فيها عباره عن 11 وربع كيلو نيوتن على المتر المربع، والكلام ده انت تعودت عليه وحفظته. بالاضافه يبقى انت هتضرب بقى ده في المساحه دي، ده في الطول ده وده في نص الطول ده، يبقى انت كده جبت الايه؟ الاحمال على الكاميرا الهيدن بيم ديت، يبقى انت جبت الايه؟ الاحمال على الكاميرا الهيدن بيم دي. وبالاضافه بقى ان انا بحسب وزنها الذاتي، بالاضافه احسب الحمل بتاع اللايف لود والفلور كفر اللي موجود عليها، بالاضافه ان انا احسب بقى لو عليها حيطه راسيه، احمال الحيطه الراسيه اللي هي عباره عن 7.85 ده وركينج، اضربها في 1.4 ده الايه؟ احمال الحوائط الداخليه. لو انا حسبت الكلام ده بسرعه، جبت الاحمال الديستريبيوتد على المتر الطولي من الكاميرا ديت، وبعدين قست الاسبان بتاعها، قسمت لو الاسبان بتاعها دي بقى وهي كاميرا كونتينيوس يبقى دبل ال سكور على 12، جبت البندنج مومنت في النص، وبعدين جبت البندنج مومنت النيجاتيف عند السبورت، بسرعه كبيره جدا استطيع ان انا احسب الكاميرا دي، لان انا عندي القانون المشهور اللي هو عباره عن ام التيميت على بي دي سكوير اللي انا اخدتها قبل كده وعارفها من كتاب الدكتور شاكر، هلاقيها بتساوي 4.35 من 100. ده الكلام ده انا لازم اكون ايه؟ حافظه. لو انا بشتغل بقى بسرعه والكلام ده عملته بايدي كذا مره في اي مشروع، اقول الام التيميت على بي دي سكوير بتساوي 4.35 من 100، يبقى في الحاله ديت اقدر اجيب عرض الكاميرا، اقدر اجيب الدبس بتاع الكاميرا اللي هو عباره عن الايه؟ السيكنس بتاع البلاطه ناقص الكفر، وبالتالي اقدر بسهوله جدا احسب الاريا السيل واتحقق من الايه؟ من الحديد اللي موجود في الكاميرا. طبعا المفروض انا كمهندس انشائي بطلع استشاري، بطلع السلم سقف، لازم امر على السقف واركز على الاسبانات الكبيره قبل ما ابص للوحات، ابص للكوابيل الطويله. هل الكوابيل طول الكابول ده 2 متر 2 متر ونص، الاسبان على 8 متحقق ولا لا؟ السيكنس بتاعه اتحقق من الكاميرا الطويله السيكنس بتاعها برضو، الاسبان بتاعها اتحقق منها اذا كان السيكنس بتاعها متحقق ولا لا؟ اقدر بسرعه كبيره جدا احسب الاريا ستيل سواء للكابولي سواء للكاميرا وانا واقف على السقف. اقول لك يا باشمهندس خلي بالك الكلام ده لن يتاتى الا اذا تعودت على الحساب اليدوي، لان هو ده اصل المهندس المدني. طيب لما نيجي بقى نصمم بسرعه، نعيد حساباتنا ونقول والله احنا عندنا قطاعين، القطاع واحد واحد دي كاميرا 2 اسبان، فالماكسيموم نيجاتيف هيبقى عند السبورت طلع حوالي 649 وكسر، يعني حوالي 650 كيلو نيوتن، والايه؟ والبرضو عند القطاع رقم 2 طلع البندنج مومنت 371، ولازم انا اعرف كمهندس مدني تصميم ان البندنج مومنت هنا اهو عند الايه؟ عند القطاع 2 هيكون عند الايه؟ عند البوينت اوف زيرو شير، لان البوينت اوف زيرو شير عندها الماكسيموم بندنج مومنت، يبقى ده الشير اهو موجود انا عرفته، يبقى عند القطاع رقم 1 قيمه البندنج مومنت حوالي 650، الشير 367، القطاع 2 بندنج مومنت 371، الشير بيساوي كام يا جماعه؟ بيساوي صفر. ارجع بقى اراجع بسرعه تصميم القطاع 649.78 من 100 كيلو نيوتن، كان الاول في الحساب القديم بدون تصعيد احمال الحوائط كان ايه؟ 594،
و56%. الشير معايا الجديد 367 والقديم كان 338. الاف ال دي 25، الاف سي يو بتاع الخرسانه 25 ميجا باسكال، اف ال بتاع الحديد 360 ميجا باسكال. لو انا في السعوديه طبعا هشتغل على 400 ميجا باسكال. السيكنس بتاع البلاطه تي على 25 كان طلع معايا 33 سنتي، يعني 330 مللي. الدبس هنطرح منه الكفر اللي هو ال 30 مللي، اللي هو هتطلع معايا الدي بتساوي 300 مللي. طيب اصمم بقى بطريقه الكود عشان ننوع طريقه التصميم، ولو ان انا بحب اصمم بطريقه الدكتور شاكر لان هي بتسهل لي طريقه الحساب وبتحفظني. وانا في الموقع ام التيميت على بيت سكوير بيساوي رقم، خليها بتساوي 4 بدل 4 35. دايما احفظ الارقام دي، ام التيميت على بيت سكوير بتساوي رقم، بتساوي 4، بتساوي، انا شخصيا بقول ان هي بتساوي 3.5. ايا كان الرقم ده، الكلام ده حافظه على اساس وانا طالع على الطبيعه واصمم وانا واقف على الطبيعه. طيب هتحقق من الايه، من القطاع بتاعي تاني بقى على القانون، اللي هو على اعتبار ان انا عندي ماكسيمم اريا ستيل بالاضافه لحديد اديشنال ايه، حديد تعليق. حديد التعليق هنشوف هو ايه، حديد التعليق عند السبورت هنعالجه ازاي. اقول لك ادي القانون اللي هو بيستخدم حديد اضافي اللي هو 40% زي ما اتفقنا يا جماعه. هنقول ادي الام التيميت اهي، وبعدين بضربها ب 10 اس 6 عشان احولها نيوتن على الملي، وادي الار ماكسيمم. الار ماكسيمم بجيبها من الجدول اهي. الار ماكسيمم على حسب نوع الحديد، الحديد اللي انا شغال عليه حديد 360، لو انا شغال في السعوديه يبقى 400، يبقى الار ماكسيمم بتساوي 0.187. وبعدين اضربها في اف سي يو بتاع الخرسانه على الجاما سي اهي، ادي الاف سي يو على الجاما سي اهي، وبعدين ادي البي المجهوله بالنسبه لي، وادي الدبس سكوير اهو موجود اهو، وبعدين اضيف عليها الاف فيلد على الجاما سي اهي قدامي اهي، وبعدين الاريا ستيل داش هتقولت هتساوي 40% من الاريا ستيل. طب الاريا ستيل بتساوي كام؟ بتساوي الميو ماكسيمم. الميو ماكسيمم بكام؟ ب 5 في 10 اس ناقص 4 على 5 في 10 اس ناقص 4 اهي قدامي اهي، في البي اللي هي في الاف سي يو بتاع الخرسانه، وبعدين اضربها في البي في الدي ده اللي هي 40% من القطاع. وبعد كده اضرب الكلام ده تاني في كام؟ في دي ناقص الدي داش اللي هي 30 مللي ناقص كام؟ 300 مللي ناقص كام؟ ناقص ال 30 مللي. بعد ما احقق الكلام ده هلاقي ان البي طلعت لي ب 1555. طبعا لما انا كنت حاسبها في الدرس التاسع كانت طلعت ب 156، ده لما انا قلت قبل كده دي بطريقه الدكتور شاكر البحيري بتدي نتائج اكبر شويه. وطبعا نتيجه التقريب المتتالي، لان جدول الدكتور شاكر اصلا معتمد على القانون ده، فنتيجه التقريب شويه بيطلع تفاوت في الارقام، يعني كل الطريقتين صح مفيش فيهم مشاكل. طيب المشكله بقى هتبان لي فين؟ لما اجي احسب الاريا ستيل. الاريا ستيل هتساوي كام؟ هتساوي 100 البي، هذا البي في الدي ده القطاع، في الاف سي يو في 5 في 10 بص اهي الكلام قدامي اهو تاني اهو، ادا الايه، ادا ادا الايه، ادا عندي ال، ادا عندي 5 في 5 في الاف سي يو بتاع الخرسانه اللي هي 25 في 10 اس ناقص 5 ده الميو ماكسيمم، واضربها في الايه في البي في الدي، واضربها في 1.4. 1.4 دي جت منين؟ اللي هو الميو ماكسيمم زائد 40% من الاريا ستيل داش، لان انا بجمع الاثنين على بعض. لما احسب بالطريقه دي هلاقي ان الاريا ستيل جت لي 8165. لو انا استخدمت حديد 18 مللي الاريا ستيل بتاعته بتساوي 2.54، الاقي ان الحديد ده طلع لما اقسم بقى ال 8165 على 254 هيطلع لي 33 سيخ باي كام؟ فاي 18. طيب يعني انا هحط عند القطاع حديد علوي 33 سيخ فاي 18، الحديد بقى الكومبريشن 40% منه، اضرب ايه؟ اضرب 40.4 في 8156 هتطلع لي 3266. لما اقسم ال 3266 الاريا ستيل داش على قطر الحديد على قطر الحديد 16 مللي، هلاقي انا محتاج 17 سيخ. طبعا الاول كان 15،
التفسيخ اللي هو في الحسابات القديمة، فالايه فالوضع كده اتغير. طيب لما انا بقى ايه الحديد زاد والانقطاع زاد، اشيك على الشير. انا عارف ان الخرسانة هي اللي بتشيل الشير بمفردها في الكاميرات الهيدن بين، ده الكلام ده على اساس ان انا شغال على الكود المصري. طيب هجيب الكيو اكشوال اللي ايه اللي مأثرة على القطاع. الكيو اكشوال بتساوي كام؟ بتساوي الكيو اللي انا حسبتها من برنامج الساب، واقسمها على البي في الدي على القطاع، عرض القطاع في عمق القطاع. يبقى 3767 ب 10 اس 3 عشان احولها لنيوتن، اقسمها على البي اللي انا حسبتها من البندنج، واقسمها على الدبس اللي هو 300 مللي، هلاقي طلع معايا 79 من 100 نيوتن على الملي متر المربع. طيب الكيو اللي بتتحملها الخرسانه فين؟ اقصى عزوم تتحملها الخرسانه بمفردها اهي بالقانون ده، هتساوي 16 من 100 جذر 25 من 25 ميجا باسكال على واحد على جاما سيب 1.5، الكلام ده كله تحت الجذر، هتطلع معايا 65 من 100. طب ال 65 من 100 ده اقصى قيمه تتحملها الخرسانه بمفردها اكبر من الاكشوال، يبقى اذا القطاع ايه؟ ان سيف. القطاع ان سيف بالنسبه للشير. طب ما نعتمد على ال 65% دي عشان نحصل على البي مينيموم بطريقه عكسيه. يبقى اذا هجيب ال 3767 واضربها ب 10 اس 3 واقسمها على ال 65 واقسمها على الايه؟ على على الدبس. الاقي ان البي طلعت معايا بكام؟ العرض الكاميرا في الحاله دي طلع 1884، يعني 188 سنتي. يبقى 188 سنتي اشيك على النسبه اللي انا شغال عليها، اللي انا لما بحسب عرض الكاميرا من 4 ل 6 طلع معايا في الحاله دي 4.45، يعني 4.5. يبقى انا اذا الفرض بتاعي كان مظبوط او كان الرينج في الاول. وقلنا لو كاميرا لودد، لو كاميرا لودد يعني متوجه ليها الاعصاب باخد عرضها من 4 ل 6، لو كاميرا ان لودد يعني زي الكاميرا اللي هنا، زي الكاميرا اللي هنا اهو، معلش الكاميرا دي الرأسية دي معلهاش احمال الاعصاب، فهاخد لسبان على كام؟ من 8 ل 10. ده الكلام اللي احنا بنحاول نتحقق منه دايما باستمرار. يبقى اذا انا عندي القطاع اللي هو لما انا صممت القطاع واحد واحد، طلع لي ان انا محتاج 33 سيخ فوق 18، والحديد السفلي محتاج كام؟ 17 سيخ فاي كام؟ 18. وعرض الكاميرا الهيدن بيم ما يقلش عن 2 متر، وعمقها ما يقل التي بتاعتها ما تقلش عن 33 سم اللي جبناها من الديفليكشن، الا على كام؟ على 25. طب ما تيجي نصمم القطاع 2 2. لاحظ يا باشمهندس ان البندنج مومنت عند السبورت تقريبا حوالي مرتين، يعني او حوالي 90% من حوالي مرتين، يعني حوالي مرتين الا شويه، يعني 1.9 او 1.8 الايه البوزيتيف بيندنج مومنت. تعالى ما نصمم القطاع 2 2. هقول لك يا باشمهندس خلي بالك البيندنج مومنت، يبقى هنتوقع طالما القطاع 2 2 البيندنج بتاعه ما يعني تقريبا حوالي النص او ازود من نص 60%، هنشوف بقى الايه 371 كيلو نيوتن والتي ب 330 والدي عباره عن 300 مللي والبي ب 2 متر والاف سي بتاع الخرسانه 25 ميجا باسكال، والاف يلد بتاع الخرسانه عباره عن كام؟ عن 360 نيوتن على الملي. هطبق عليها القانون اللي هو بيساعد دي بيساوي سي 1 جذر ام التيمت على اف سي يو في البي، اللي هي بتقول ان القانون ده معناته ما استخدمش حديد اريا ستيل داش. طيب اطبق بقى القانون ده واشوف قيمه السي، لان كل الايه كل المعطيات في القانون ده معلومه ما عدا سي 1. يبقى الدي بتساوي 300 مللي هتساوي سي 1 اهي في الام التيمت اهي على الاف سي يو، على الاف سي يو بتاع الخرسانه في البي اللي انا جبتها من الاول. ده كل الكلام ده تحت الجذر، هلاقي السي 1 هنا في الحاله دي 3.48. اقارن السي 1 ديت باللي موجوده في الدكتور شاكر البحيري، اشوف الاقي ان اهوت الدكتور شاف كتاب الدكتور شاكر او اي جدول بتاع خرسانه الحديد الستيل 360 52، هلاقي السي 1 مينيمم ب 2.78. طبعا لو السي 1 ديت طلعت اقل من 2.78 للحديد الاف يلد بتاعته 360
يبقى لازم استخدم كومبريشن ستيل. طب طلعت اكبر يبقى مش محتاج احط حديد كومبريشن. يبقى في الحالة ديت هجيب قيمة الجي المقابلة، يبقى لو عندي قيمة السي هلاقي الجي برضه من كتاب الدكتور شاكر الجي بوينت كام؟ بوينت 7.8. يبقى اذا هجيب الاريا ستيل ده من القانون ده اهو، هجيب قصدي الاريا ستيل من القانون ده اهو، اقول والله الاريا ستيل هتساوي الام التيميت اهي مضروبة في 10 أس 6، وبعدين على مقسوم على الفيلد بتاع الحديد على بوينت 8.7 اللي انا جبتها من الجدول على الدبس اهو، هلاقي ان قيمة الحديد عند القطاع 2.2 بتساوي 4406 مليمتر مربع. يبقى لو انا عندي بستخدم حديد 16 يبقى اذا هقسم 4406 مليمتر مربع على 201 هلاقيني محتاج 22 سيخ باي كام؟ باي 16. طيب انا ما عنديش هنا حديد علوي، مش محتاج حديد علوي. طيب ايه الكود بيقول لك؟ خد لو انت ما عندكش حديد علوي حط ايه الحديد العلوي مقداره 20% من الحديد الرئيسي. يبقى اذا هضرب 20% يعني 2 من 10 4406 هتطلع لي 881 ملم. لو قسمتها على الحديد اللي قطره 12 مللي اللي هو الاريا سيل بتساوي 113 هلاقيني محتاج 8 سياخ. اقول لك يا باشمهندس خلي بالك في حاجه مهمه جدا، انا لو انا عندي عرض الكاميرا 2 متر والمسافه بين الكنات ما تزيدش عن 30 سم هلاقيني محتاج قد ايه؟ اقول لك هلاقيني محتاج اهو نقسم هنقول والله انا عندي عرض الكاميرا 2 متر اشيل منها 5 سم كفر يبقى 195. ال 195 دول لو قسمتهم على 30 هلاقيني محتاج 6 مسافات ونص يعني 7 مسافات. 1 2 3 4 5 6 7 مسافات، كلام جميل جدا. السبع مسافات دول محتاجين قد ايه؟ في كل ركنه من دول سيخ حديد تعليق 2 3 4 5 6 7 8. يبقى اذا انا محتاج هنا 8 سياخ اللي هم طلعوا لي من الحسابات ال 20%، 8 فاي كام؟ 8 فاي 12. ال 8 فاي 12 دول اللي انا محتاجهم حديد تعليق، والسفلي كام؟ 22 سيخ، السفلي 22 سيخ. تعالى بقى لما نشوف الكلام ده على الايه؟ على الايه؟ على الاوتوكاد وازاي ايه؟ وازاي نحققه؟ يبقى اذا نشوف بقى الكلام ده هنترجمه ازاي على ايه؟ على الايه؟ على البلان. اول حاجه هشوف البلان اهو موجود قدامي، محتاج انا هنا بقى عدلت الحديد العلوي 33 سيخ فاي كام؟ فاي 18. طيب والحديد السفلي اللي هو عند السبورت اللي هو عباره عن الحديد الضغط عند الايه السبورت محتاج 17 سيخ فاي 18. الحديد السفلي اللي هنا اللي هو البوزيتيف محتاج 22 سيخ فاي 18. طيب والحديد العلوي اللي احنا اللي هو حديد التعليق ال 20% من الحديد السفلي طلع معايا 8 فاي كام؟ 8 فاي 12. طبعا الجماعه بتوع الشوب دروينج والمكتب الفني هنشوف ازاي هنحقق الكلام ده على الايه؟ على البلان. عشان اعمل الكلام ده بما يتوافق مع الايه؟ مع التصميم. هحط اول حاجه سيخ هنا اهوت، هحط 9 سياخ سفلي بطول 12 متر. طب انت حاططهم كده ليه؟ ده السيخ اهو 12 يا باشمهندس واقف بعد السبورت، واقوم عاكس في الكاميرا الثانيه بنفس الطول سيخ 12 متر. يبقى انا اذا غطيت تحت كام؟ 9 و9 18 سيخ. يبقى انا غطيت النيجاتيف اللي هنا، غطيت الحديد الاديشن اللي السفلي اللي هم المطلوبين ال 17 سيخ، زودت عليهم سيخ بقوا 18 سيخ. طيب طيب يبقى اذا انا غطيت الايه؟ حديد الضغط السفلي وحديد الضغط العلوي اللي هم ال 33 سيخ. طب الحديد الضغط الحديد التسعه دول انت لففهم هنا كده ليه يا باشمهندس؟ اقول لك انا لففهم لان الكود قال لي خلي بالك ان انا لازم امشي السيخ ده اهو في الطول ده اهو هيساوي كام؟ هيساوي 75% 75% في الديفلوبمنت لينس اللي هي عباره عن 60 فاي، وقيمه ال 60 فاي دي هي على اساس ان الخرسانه ده على حسب الكود المصري على اساس ان الخرسانه اجهادها 20 ميجا باسكال، وعلى اساس الاف يلد 360 ميجا باسكال. طبعا القيمه دي بتقل لو الحديد ايه؟ لو الحديد بتاعي الاف يلد بتاعتي زادت والاف سي يو بتاع الخرسانه زادت. لو انا هعتبر الرقم ده صحيح وانا شغال على الكود المصري، طب 75% ليه يا باشمهندس؟ على اساس ان انا تنيت السيخ،
لفيته وعملته زاوية. طيب يبقى إذن 75% لما أضربها، 75% لما أضربها في 60 مرة في الحديد 16 مللي يعني 1.6 سنتي، هتطلع معايا 72 سنتي. كان أقول لك خلي بالك يا باشمهندس، كان ممكن أنا ألف السيخ ده كده وألفه 72 سنتي كده. ال 72 سنتي تلف منين؟ من وش الكاميرا، بس هلاقي إن الطول ده قليل، لأن الطول ده هو عبارة عن كام؟ عبارة عن 70 سنتي اللي هي عمق الكاميرا، هنطمح منهم ال 27 سنتي اللي هي عمق البلاطة، هلاقي إن الدبس ده مش هيجيب في حدود ايه، في حدود ال 40 42 سنتي او 43 سنتي، فهضطر الفه لفوق وادخله بحيث ان اللفه ديت، بحيث ان يكون الطول ده هو اللي مقداره كام؟ الطول ده لحد هنا هو ده اللي مقداره ال 72 سنتي. طيب ليه يا باشمهندس؟ هقول لك كل ده على اساس الزلازل. ليه الزلازل؟ هقول لك لان الكاميرا دي بتشتغل معايا فريم في الاتجاه الراسي، لان لو جاي حبل افق في الاتجاه ده عباره عن زلازل او رياح، هتلاقي البندنج مومنت على العمود جاي كده، وهتلاقي البندنج مومنت على الكاميرا جاي كده اهو، يعني هنا اهو الايه الكاميرا عليها الشد تحت، الشد تحت ده، ولذلك الكود قال لك لازم ده الحديد السفلي يشتغل طول رباط حديد سفلي. كل ده بنسميه الدكتيليتي فين؟ في الزلازل، وده الحاجات المهمه والاساسيه في الزلازل. طيب انا حطيت سيخ، انا حطيت سيخ طوله 9 متر في الناحيه دي، وسيخ وهعكس من الناحيه الثانيه، يبقى الحديد السفلي خلاص يبقى انا خلصت منه. يبقى اذا حطيت 9 و9 18. طب انا كان عندي البوزيتيف هنا 22 سيخ، لما اطرح منهم 9 يبقى انا عندي يبقى انا عندي هنا 13 سيخ. ال 13 سيخ دول اعملهم ازاي؟ هقول لك ابص على الايه، على الايه، على النموذج النمطي لتفريد الحديد. قال لك هنا اهو خد الحديد السفلي ألف، الحديد السفلي ألف اللي هو بيمشي من العمود للعمود، نموذج ألف اهو، ده نموذج ألف وده نموذج ب، ده الحديد السفلي. الحديد العلوي نموذج ج، ده حديد التعليق. نموذج د، ده الحديد الإضافي اللي أنا بحطه عند السبورت اللي أنا حسبته، اللي هم 33 سيخ فاي كام؟ فاي 18. والحديد ج اللي أنا حسبته اللي هم ال 12 فاي، اللي هم كام يا ربي؟ اللي هم 8 فاي 12، 8 تسياخ فاي 12. والحديد ب ده اللي هو عباره عن ال 13 سيخ فاي كام؟ فاي 16. والحديد ا اللي انا حسبته اللي هو التسعه اللي هم طوله 12 متر اللي هو 9 فاي كام؟ 9 فاي 16. يبقى اذا الحديد ب ده بينتهي على بعد عشر البحر لو انا عندي دي كاميرا نهايه. لو انا عندي الكاميرا كونتينيوس من الطرف الثاني يبقى تمن البحر 125% من الاسبان. طبعا طريقه تفريد الحديد والكلام ده بتبقى محتاجه مهندس بيتمرس. التمرس ده بيجي من الحل اليدوي. زي ما انا شفت ادى الايه، ادى 13 سيخ عشر البحر، البحر هنا 8 متر و20، يبقى عشرهم 82 سنتي من وش الايه، من وش الكاميرا. وتمن البحر اللي هو عباره عن كام؟ عباره عن 8 متر و20 سم على 8 اللي هي عباره عن متر و3 سم او متر و2 سم ونص اللي هم موجودين قدامي دول. لو جمعت ده زائد ده وطرحتهم من 8 متر و20 هلاقي ان طول السيخ ده 6 متر 35. طيب الحديد ده بيمتد قد ايه؟ 30% من البحر من هنا و30% من البحر من هنا، يعني 30% يعني عندي 8 متر و20 لما اضربهم في 30% يبقى اذا السيخ ده هيمتد من وش العمود 2 متر كام؟ 46. لما اضربهم في 2 اضربهم في 2 يبقى مره من هنا ومره من هنا واجمع عليهم عرض العمود، عرض السبورت اللي هو ال 20 سنتي، هيطلع معايا 5 متر و12 او 5 متر و15. طبعا لو انا عملته 6 متر هيكون اوفر، لان ايه السيخ طوله 12 متر هنقصه، يبقى اذا هنوفر تقطيع الحديد. الحديد العلوي اللي هنا هيمتد برضو قد ايه؟ مسافه الركوب ما بين السيخين 40 فاي، 40 مره قطر السيخ في الضغط، واعتمد القطر الكبير اللي هو 18 مللي، وبعدين امد برضو من وش الايه؟ من وش السبورت من اهو من جوه المسافه دي، ده ايه في الشد. ليه في الشد يا باشمهندس؟ لان انا عندي دبليو ال سكوير على 24 عند السبورت. الكود قال لي كده، قال لك مفيش حاجة اسمها زيرو مومنت، الزيرو مومنت ده مفيش في الكود، قال لك دبليو ال سكوير على 24.
المسافة دي هقول والله بقى المسافة دي كام؟ هقول دي 75 من 100 في 6، 75 و75 من 100 ليه؟ عشان انا تاني السيخ زاوية حرف ال، واضربه في 60 مرة في قطر السيخ 1.2، يطلع المسافة دي كام؟ 54 سم، يبقى المسافة اللي انا كنت بتكلم عليها دي 54 سم. وشاف مسافة الركوب وطرح وجمع على الايه السيخ ده، احطه بطول 7 متر. طبعا لو انا كان عندي الحديد ده اهو، طبعا انا لو كان عندي الحديد ده قطره، لو انا بقى كنت بصمم او في كاميرا تانية زي الكاميرا اللي هنا، زي الكاميرا اللي هنا، وكان طلع عندي حديد 16 مللي، كان ممكن اجي اعمل ايه؟ اقول لك سهله جدا يا باشمهندس طفرت الحديد، اقول لك انا ممكن ادخل سيخ كده وامشيه كده هو حديد 16 مللي واوقفه على 30% من الاسبان. يبقى اذا انا محتاج هنا اهو، لو انا عندي هنا اهو الحديد العلوي اللي كان عندي هنا حديد الضغط 8 مثلا، سي 8 فاي 16، 8 فاي 16 الحديد العلوي اللي انا لما جيت احسب القطاع اللي هنا لقيتني محتاج حديد علوي 8 فاي 16، همشي ال 8 فاي 16 لحديد علوي واعدي بيهم تلت البحر الكبير. طيب الحديد النيجاتيف اللي عند السبورت انا محتاج 15 سيخ فاي 16، اطرح منهم 8، يعني انا كاقول بقى لا انا مش محتاج 15، لا انا محتاج 7 بس، الفرق بينهم 7 فاي كام؟ 7 فاي 16. 7 فاي 16 جت منين ال 7 فاي 16؟ ال 15 ناقص ال 8، ليه؟ لان انا عديت الحديد العلوي ده يعدي التلت او ممكن يتوصل فين؟ في منتصف الايه؟ الاسبان. واعمل هنا اهو مسافه ركوب في الضغط، واعمل مسافه ركوب في الضغط، انا كده فرطت الحديد ووفرت واديت اشتراطات الكود، وفي نفس الوقت اديت الايه واحترمت التصميم بتاعي اللي موجود فين في اللوحات. يبقى في الحاله ديت انا كده، يبقى في الحاله دي انا وفيت الايه التفصيل بتاع الحديد والتفصيله بتاعه الايه اشتراطات الكود، وعملت تفريده للحديد بالنسبه للجماعه بتوع المكتب الفني والجماعه بتوع الايه بتوع الايه بتوع تفريد الحديد وحساب كميات الحديد اللازمه. وانا كمهندس تصميم لازم اكون عارف التفريد ده عشان لما اجي اتناقش مع الحداد افهمه قبل ما يشتغل، عشان ما يعمليش عمليه تهدير في الحديد وحط حديد بدون داعي كتير وملوش لازمه وتفاصيل كلها اخطاء. طيب ايه بعد كده يا باشمهندس؟ هقول لك بقى انا عايز اتلمس واحسب الاخطاء اللي بتحصل في التنفيذ واوريها لك كارقام بتاثر عليا في ايه. هقول لك نفتكر بقى الصوره دي بتاعت زمان ونشوف بقى الكانه اللي هي ما اتعملتش في بشنب، الكانه اللي هي ما اتعملتش بشنب، ونفكر بقى الكنب وشنب اللي احنا لازم نعملها اللي هي كانه بتطلع كده في هذا الاتجاه وبتطلع في الاتجاه الثاني ده عشان تغطي لي الايه النيجاتيف بيندنج مومنت بتاع بلاطه التغطيه. وبعدين هرجع اشوف بقى تاني هنا اهو الكانه ديت، الكانه اللي هنا لما انا شايف هنا الكانه الراجل الحداد نفذها في نفس ارتفاع البلاطه الهردي، يعني عامل لي الكفر هنا 7 سم، يعني هو منفذ لي الكفر هنا 7 سم. هشوف بقى تأثير السبعة سنتي ديت عليا كإيه؟ عليا كمهندس تصميم، هشوف بقى تأثير الكلام ده عليا كمهندس تصميم، هرجع أعيد الحسابات ديت وأقول والله لو الراجل بقى نفذ خد 7 سنتي كفر بدل 3 سنتي أشوفهم هيأثروا عندي في الإيه؟ عند القطاع واحد واحد بقى هشوفها هتديني إيه؟ أقول والله أدى البيندنج مومنت نفسه اللي موجود عند القطاع وده قيمة الأقصى شير. يبقى إذن وده نفس البيانات السابقه، كل اللي انا غيرته هزود الكفر بدل ما هو 3 سم عملته 7 سم. يبقى اذا الدبس الفعلي عباره عن 26 سم يعني 260 مللي، وهاخد في اعتباري ان الحداد نفذ لي 6 سم مقلوبه. ولذلك انا كمهندس اشراف ومهندس استشاري اول ما اطلع على السقف اقيس، احط المتر هنا على الخشب واقيس ارتفاع الايه وارتفاع الكنه، احط لوح خشب هنا اهوت عرضي على الايه على الكنات في اتجاه العرض كده على عمودي على الكنات، واقيس بقى من تحت الايه واقيس من تحت اللوح الخشب ده اهو اقيس ارتفاع الكنه كام، يعني من تحت اللوح العلوي لحد الخشب في السفلي، واقيس ده المفروض في الحاله بتاعتي اقيس الاقيه 300 مللي، اقيس الاقيه 30 سم. لو ما لقيتوش غير كده هنشوف بقى تاثير الكلام ده دلوقتي هيعمل معايا ايه. لو انا لقيت الكفر زاد 7 سم هلاقي بقى ايه اهو
كل الحسابات السابقة غيرت، فقط غيرت بدل 300 مللي حطيتها 260 مللي. ايه بعد ما لما لقيته؟ لقيت ان البي كان لازم تزيد، بدل ما هي 156 كان لازم تزيد تبقى 210 سنتي. 210 سنتي يعني زيادة كبيرة جدا. وبعدين اشوف بقى التأثير التاني على الاريا ستيل بنفس الخطوات السابقة، على ان الحديد كان المفروض بدل 33 سيخ كان المفروض احط 38 سيخ، يعني ازود 5 سيخ، يبقى ازود العرض وازود 5 سيخ. طب هتزود العرض ازاي يا باشمهندس والطوب اترص والدنيا اترصت والاعصاب وكل حاجة اتعملت ايه؟ والكنات بتاع الكاميرا كانت على 2 متر والراجل قصها وعملها، عايز تزود عرضها كمان 20 سنتي ازاي؟ وعايز تزود كمان 5 سيخ ازاي؟ والاريا السيل داش كانت 17 بقت 19. يبقى اذا انا لازم انتبه ان مجرد زياده الكفر وازود الكفر بمقدار 7 سنتي ده هيعمل لي مشاكل ضخمه جدا في التنفيذ، وهيخلي لي القطاع انصيف، هيخلي لي عرض الكاميرا انصيف، هيخلي لي الاريا السيل انصيف. الشير كمان لازم اخلي عرض الكاميرا 2 متر و20. يبقى اذا كل الكلام ده نتيجه عدم الانتباه لايه؟ لسوء التنفيذ هيؤدي معايا ايه؟ لازم انتبه للمشكله ديت. انا كمهندس استشاري او مهندس تنفيذ لازم انتبه للكلام ده هو. طيب واحد يجي يقول لي يا باشمهندس، طب الناس لما بتيجي تنفذ انا عندي كابوليا اهو وعندي كاميرا ساقطه اهي ومفيش هنا سوليد بارت اهو يا باشمهندس ومفيش اي مشاكل والعماره واقفه ومفيش اي مشكله خالص، ولا حصل اي مشكله ولا حصل السقف لما جينا فوق واقع ولا اي حاجه، وهذا الراجل بيصب اهو يا باشمهندس قدامي اهو، وادي كاميرا ساقطه اهيت، وقدامي كاميرا ساقطه اهيت، وادي البلوك حاطه مقلوب عشان ينزل فيه الخرسانه وتقل الاحمال، والراجل اللي عامل صوره بارت ولا عامل اي حاجه خالص. برضو الصوره اللي بعدها نفس الكلام اهو، الراجل هنا عامل كاميرا ساقطه يا باشمهندس اهي برضو، والكاميرا الساقطه هنا اهوت، ولا في صوره بارت هنا ولا في صوره بارت هنا. اقول لك نرجع تاني يا باشمهندس ونقول ان انا لما جيت اصمم الصوره بارت سواء للكابولي، لما انا جيت اشوف الشوك اهيت للكابولي اهو، هلاقي ان الشوك حديد علوي ملفوف بقى سفلي. يعني هنا انا كديزاينر الاريا ستيل، انا كديزاينر المفروض عندي اريا ستيل داش، اريا ستيل داش في الكابولي هتساوي الاريا ستيل، وانا عارف ومتاكد ان انا لما ازود الاريا ستيل داش في القطاع فهي تقلل ابعاد القطاع، هتقلل ابعاد القطاع. لو انا بصمم كمر هوردي او اعصاب هوردي هلاقي ان البي بتاع القطاع قلت، وكذلك في الكاميرا اللي ايه، وكذلك لما انا جيت احسب بقى، اتذكر لما جيت احسب السوليد بارت انا ما دخل وجبت الام ريزيستنس بتاع اللي يتحملها القطاع، ما دخلتش معايا الاريا ستيل داش، ما دخلتش معايا الاريا ستيل داش عشان انا خايف من سوء التنفيذ. كذلك لما جيت احسب الشير في الايه بتاع السوليد بارت اللي هو يتحمله القطاع، اعتمدت على الخرسانه وما اعتمدناش على الكنات، لان الكود المصري لا يعتمد على الايه؟ على الكنات، على مقاومه حديد التسليح، على ان الشير يقاوم في الكاميرات الهيدن بيم بحديد التسليح. ده كل اللي انا قدرت اعمله واقدمه لزملائنا عشان ابين التصميم اليدوي للبلاطه الهولو بلوك، وادعو الله ان اكون وفقت، وادعو الله ان يكون الاستفاده كبيره، وادعو الله ان يكون هذا العمل خالصا لوجه الله هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء في ان احنا ندخل بقى البلاطه ديت على احد البرامج الانشائيه، والحل الثاني ان انا الغي الهيدن بيم وادخل البلاطه ديت واعتبرها بلاطه فلات سلاب اللي هي بيسموها الوافل سلاب، وازاي احلها وازاي احدد ابعاد الوافل سلاب هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.